استنوني ان شاء الله الايام الجايه هتشوفوا مفاجاه حلوه قوي قوي. اتاخرت جوازه 3 سنين كاملين وفركشت خطوبته من ملكه جمال مصر، بتحضر مفاجاه حلوه قوي والكل مستنيها. كلامنا هنا عن سمر ابو شقه طليقه تامر عاشور اللي عملت جدل كبير لما ظهرت بعد جوازه بيومين. ايه الحكايه اللي عملتها طليقه تامر عاشور وكانت السبب في تاخير جوازه 3 سنين؟ مين هي سمر ابو شقه طليقه تامر عاشور وام بنته الوحيدة؟ ليه ما دخلتش مجال الفن؟ وهل ناوية تتجوز بعده؟ حكايات وأسرار كتير هتعرفوها، بس تابعونا لآخر الفيديو. كتير من الجمهور كانوا بيتمنوا انهم يفضلوا متجوزين علشان حتى يربوا بنتهم في وسطيهم، بالذات انهم انفصلوا مره وهم مش مخلفين، بس واضح ان التفاهم بينهم ما كانش موجود. لسه جوازه تامر عاشور من نانسي نور عامله ضجه، مش علشان بدا شهر العسل وظهر مع عروسته وكده، لا ده علشان طليقته فاجئة الكل وطلعت في فيديو وشكل الحدوته هتحلو على الاخر. الفتره اللي فاتت طليقه تامر عاشور ما كانتش متفاعله قوي على السوشيال ميديا، بس الموضوع بقى فيه سسبنس جامد بعد ما تامر عاشور ونانسي نور اتجوزوا من يومين. سمر ظهرت في فيديو وقالت انها بتحضر مفاجأة جديدة اليومين الجايين، بتقول استنوني هتشوفوا مفاجأة حلوة قوي قوي، انا متأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله. تفتكروا ايه هي المفاجأة؟ طبعا الجمهور علق وقال انها هتغني يعني في اغنية نازلة بصوتها، وفي اللي قال دي هتعمل بيزنس خاص بيها وهتعلن عنه، وفي بقى اللي قال انها هتكشف عن صور بنتها ايام من تامر عاشور. لكن كل التوقعات دي مفيش حاجه فيها تتاكد غير لما سمر تطلع تقول. رفع شعار اشخاص حقيقيون وليسوا مزيفون، شكلها شبعت من وجود ناس مزيفه في حياتها وبتدعي ربنا يهيئ ليها الاشخاص الكويسين اللي يقفوا في طريقها. بتحب مجال تصميم الازياء جدا ومهتمه بيه، ليها في الموسيقى كمان، ومن اهم هواياتها القراءه والسفر والشوبينج. سمر ابو شقه هي اللي كانت السبب في تعطيل جواز تامر عاشور في العموم لمده 3 سنين، لما حصل بينهم مشاكل راحت على المحكمه وما كانوش لسه انفصلوا رسمي وقتها. تامر عاشور خطب، لكن بقدره قادر كده خطيبته اللي كانت وقتها دارين حلمي ملكه جمال مصر عرفت ان لسه مراته سمر على ذمته، قامت فركشت الخطوبه وما قدرش تامر عاشور يرتبط ويتجوز غير الايام اللي فاتت، بعد ما كل اللي بينه وبين سمر انتهى في يونيو اللي فات، رغم ان الانفصال بينهم معروف من سنة 2019. الجمهور بيسأل ليه سمر ابو شقة ما دخلتش عالم الفن وتغني وكده، واللي حصل بقى انها طول فترة جوازها من تامر عاشور كانت بتدعمه، لكن السؤال ده فضل مستمر ومحدش عارف السبب، لكن في توقعات انها تدخل المجال ده قريب، بالذات انها ليها في الموسيقى. كمان في توقعات انها ناوية تتجوز بعد ما تامر عاشور خلاص شاف حياته واتجوز، وهنشوف بقى يا ترى هتعمل كده ولا ايه بجد. تفتكروا ايه المفاجأة اللي بتحضرها طليقة تامر عاشور وهتعلن عنها قريب؟